ازاي ترانسفورم اوفر رام. بدينا المره الماضيه حكينا عن الرام، رام فانكشن اف اوف تي تساوي تي يو اوف تي. لاحظوا ليش اليو اوف تي، ايش يعني اليو اوف تي؟ يعني انه ما له وجود قبل تايم زيرو، له وجود بعد تايم زيرو، ما له وجود قبل تايم زيرو. لو ما كانت اليو اوف تي موجوده شو بكون هاي الرسمه؟ مستمره من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي. لما ضربتها في يو اوف تي ضمنت انه قبل تايم زيرو يكون زيرو، وبعد تايم زيرو صار لها قيمه ورام، ولانه الرام هذه هون الكوفيشن تبعها واحد، معناها هذا هون بيطلع كانه متساوي السلوب تبعه واحد. ولما بعمل انا راح اعمل له سامبلينج على تايمز تي وكمان تي، كلهم هذول تي لان هاي السامبلينج تايم. اذا المسافه ما بين النقطه والنقطه هي تي، ولذلك ارتفاع النقاط هذول اول واحده راح تكون زيرو، ثاني واحده راح تكون تي، ثالث واحده راح تكون 2 تي 3 تي 4 تي. اوكي، هلا بدنا نطلع احنا الزد ترانسفورم، بناخذ الزد ترانسفورم تبع هذه الفانكشن، وراح تكون عندي من ان بتساوي زيرو لانفينيتي، واحنا بشكل عام حطيناها اللي هي كانت اف ان اوف كابيتال تي، وبعدين عملنا زد تو دي ماينس ان. مش هيك الزد ترانسفورم تعريفنا للزد ترانسفورم؟ اذا احنا بدنا ناخذ الان هذه السيريز، اول تيرم قديش راح يكون في هاي الرام؟ زيرو زيرو، لانه هو قيمته زيرو، اذا اول تيرم راح يكون زيرو. ثاني تيرم ايش راح يكون عندي؟ تي 1 تي زد تو ذا ماينس 1 بلس 2، والثاني 2 تي زد تو ذا ماينس 2 زائد 3 تي زد تو ذا ماينس 3 الى اخره. الزيرو بقدر اقيمه، بقدر اطلع التي كلها برا مش هيك؟ بقدر احط تي برا، ايش بضل عندي جوا؟ الان بصير عندي زد تو ذا ماينس 1 زائد 2 زد تو ذا ماينس 2 زائد 3 زد تو ذا ماينس 3 الى اخره. هلا اطلعوا على هاي وقارنوها بالشكل هذا العام. لو قارنت هاي بالشكل هذا ايش بلاحظ انه عندي A كانها؟ كانه A واحد وR هي زد تو ذا ماينس 1 مضبوط؟ لو قارنت هاي في هاي يعني عمالي بقول انه A بتساوي واحد للحالة هاي، وR الترم اللي بضرب فيه كل مرة هو زد تو ذا ماينس 1 مضبوط؟ إذا أنا بقدر الآن آخذ هذه وأطلع السم تبع الانفينيتي اللي هو راح يصير A واحد R Z to the minus 1 بصير عندي Z to the minus 1 على 1 minus Z to the minus 1 الكل تربيع مضروبه كلها في كابيتال T. اذا هذه مجموع السيريز هاي راح تكون T Z to the minus 1 1 minus Z to the minus 1 الكل تربيع. راح اضرب الان البسط والمقام في Z سكوير، راح يصير عندي T. لما بضرب Z سكوير Z to the minus 1 شو بعطيني؟ Z. وبعدين لما بضرب زد سكوير وبدخلها جوا بس ايش بصير عندي؟ لما بدخل الزد سكوير جوا بصير عندي زد جوا، ها؟ فبصير زد ماينس 1. اذا هذا هو الزد ترانسفورم لرام فانكشن. اذا بتتذكروا من المره الماضيه ستيب فانكشن الزد ترانسفورم تبعها ايش طلع معنا المره الماضيه؟ زد على زد ماينس 1 مضبوط؟ تأكدوا من النوتس. والرام فانكشن والرام فانكشن تي زد على زد ماينس 1 تربيع، هاي مضبوطة ولا كانت مضروبة في تي؟ مضبوطة.